الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل ودي أنكم إن شاء الله تعالى ما أنتوا وحي نكون حضينا وحيارها حق در هذا اللقوقاته يبلا بالمرين تيدو مرين تقيامها وحي نقول إيسو. أما ذلك شقارها هي وحي حق در رأي كوقاتان حون كيدو وحن نقول إيو. حيوريني البخاري مسلم أبي حميد الساعدي لقوريني رضي الله عنه وحاولي استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أزد يقال له ابن نتبية على الصدقة، وحا النبي وشقاله قد صلى الله عليه وسلم من غير أزدة وابن نتبية الله إله هذا أي الصدقة سورين تيد مدحه قد يجي أما وشقه قد يجي. فلما قدم مركي وننكي يمي ايو صاق علي ايو وحي وصوري وصوري ايو حولي لبوقي بي وعلي هذا لكم وهذا اهدي الي تاسوا شقدي نية النبي محمد وحدي ديرتي وهي صلى الله عليه وسلم وواكا. اما انت كرمي ووحدتك ان شقين اي اني هدي ذهان أي سيئر أني اللي سيئر أني أياله. نبي صلى الله عليه وسلم بركة فسعيد على المنبر منبر كي يهلكي خطبة وكتش يدين تري أيوه كري فحمد الله وأثنى عليه إلهي أيوه مهدي إلهي مهدي دبا تنوع لأنوبو نين إذا كم ذا أيان عمل يشق سينيا دبا تنوي مريا او حرنيا هذا لكم وهذه هديه هديت الي كاسوا شقديني تنوى هويا مداني ليس هديه. افلا جلس في بيت ابيه وامه في بيت ابيه وامه حتى تاتيه هديته ان كان صادقا. وحرنيك واي مريا دبنا وحرنا يا كاسنا وحوره النية وحي شالي درا يا شقدين ويا حيد كنا ووحاني ليس هذي يي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وحول محوف دي وايي بل قري أبيه أمه يدي بل هلوس هذي يو حلو كان مقري أبيه هو يدي فديه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وحول والله إن نقادرين مدكين شيئا بغير حقه متكين إن أنو شيء قادرين إن حق درها أنو قادرين إلا جاء يوم القيامة يحمله إلا هدو حق درها كقاتو مارين دا قيامها وحي مريا إساقو أتونك كسدا يو مريا بريها وحي مركا لدعي تشري أي النبي صلى الله عليه وسلم تسالو سوقاتو وحي إن كان بعيرا له الرغاء هدو يهي وحاو دعي أور أوركيو ولا يا أيو ليمن هدو يا هاي ساعة من نفلانا إسقوا حنبول أبو ليمن هدو نفار يا يهينا أيضا معاله أو سيدو أو تونك كسيدا أيو مارين تقيامها كين الدورة. حديث قرأه أبو داود إسقنا ورين أيوم وحديث قاسون لما عنا إسقنا وحو النبي صلى الله عليه وسلم من استعمله على عمر فرزقناه رزقا فما أتى فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. قفق آنو الشقو آنو سينو شقا ذي سانا مشهريا مشغايد آنو قرنين خسينو وحي انتا كدن بيس او قاتا او مدى كقاتا اما هانتدا او مدى كقاتا فهو غلول وخيامو ومن يغلول يأتي بما غل يوم القيامة. قفقي مرقى قلول سبيانا مارين تقياما داي سوا حنبارسا أيو الله إيمان دونا. حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم وكاسو لما عنا وعي لقفقي أنو شقي عمل سنة حديث ومسلم ورين أيو فكتبنا مخيطا
qofkaanu shaqo siinaya irbad naga qariya iska daa wax ka weyn hantidii ummadaasi ilaahayd iyo wixii uu ka shaqeynayay inuu irbad iska daa wax ka weyn qarsaday wa gulul ya khiyama oo maalinta qiyaamaha isagoo sida ayuu la iman doonaa waxa dadka shaqaalaha loo soo hadiyay aba nabiga sallallahu alayhi wasallam wa gulul ya khiyama hadithani waxay ka hadlaysaa ee sida loo adkeynaya waxa weeye qof shaqaala ah oo wixii loo diray iyo wixii ummadu lahayd lacagtii halka iska dhigay oo hagaajiyo ayada la yimi laakiin maxaa la isku haysaa waxa weeye wixii dadku ay ku siiyeen mansabka iyo xilka iyo mas-uuliyadda uu hayo wixii lagu siiyey ee dheeraad ahaa oo markaa suure iyo magac hadyale laakiin rishwe iyo laaluush u muuqda weeye waxa laga hadlayaa ee uu nabigu sallallahu calayhi wasalam leeyahay maalinta qiyaamaha isagoo sida ayuu iman doonaa ee ma aha hantidii ummaddani ay lahayd iyo shilingeed iyo dhulkeed iyo dandeed guud iyo guryaheed iyo waxeedii ay lahayd ummaddaasi oo wax laga qaato qofku wax ka wicsata hadalba kama taagna laakiin waxa laga hadlaya heerkaa la gaadhsiiyey waxa weeye waa waxaa dadka shaqaalaha ee mushaharka qaadanaya ee ummadda u shaqaynaya waxaa dheeraad ka ahay dadka ay ka qaadanayaan weeye waxa qofka lagu siinayaana waa mansabka iyo magaca uu hayo ee waxa weeye dee wax kaloo lagu siinaya ma jiro hadduu guriga aabbihii hooyadii fadhiyo dee cid uu imanaysa iyo cid wax siinaysa midnaba ma jirto ee waxa lagu siinayaa ee lagu keenaya waa magacaas iyo mas-uuliyadda uu hayo qisa aan dhowr jeer idiin sheegay ayaa waxay ahayd macnaha in qofkan waxaan wax loogu keenayee loogu daba socdee loogu raxlaynayaa inay xilkan iyo mas-uuliyaddan tahay wuxuu ihi xil weynoo dowladdaa baan hayay dabeetana xilkii baa habeenkii layga qaaday telefoonkaygu muu kala joogsanay inmu hi maalintii gurigaygana waxa gaadhiisweydaaranaya albaabka waxa garaac ka dhacaya maad malaynaynin habeenkii markii xilkii layga qaaday aroortii telefoonkii ma soo dhacayo albaabkii cidi ma garaacayso gaari guuxayaa ma jiro dabeetana gabadhi baan 11-kii ku yidhi naatalow telefoonkii miyaa la jaray bal haddeeg inuu shaqaynaya kale wuu shaqaynayaa albaabkii cid soo garaacaysa ma jirto albaabkii baa sanqari ka baxday buu yidhi 11-kii iyo markii saan buu yidhi naabal qoradaa garaacaysa orad ka fur waxay tiri buu yidhi waa ribaa geeska inigu xoqanaysa cidina may garaacaynin macnaha ninkii sidaa loo daba yaacayay waxaan lagu daba yaacayay ma ahayn doorasho iyo qiimo uu leeyahay waa xilkan iyo mas-uuliyaddan dadkii kii kale la magacaabun bay ku wareegeenay gurigiisii iyo daba yaacayay waxa la wixii o dhan ay la daba galeen marka wax alayaaliya wixii magaca yacnii xilkaad haysa iyo mas-uuliyaddaa lagugu siinayo waxa laga maarmaan horta dadka inaad wax ka qaadaba maaha oo dadka mar haddaad mushahar aad leedaho oo dowladdii iyo ummaddii mushahar aad ku leedahood ka qaadanayso inaad waxba ka qaadaba maaha waa inaad wixii xaq loogu leeyahay unaad ka qaado wixii xaq loogu leeyahayna halkii ladii khasnadeeda aad gelisood ku riddaa haddiiba ay ku soo gasho lagu siiyana ayana waa inaad ka dabageysaa wax ummaddu leedahay ayuunba iyadoo noqonaysaa markaa ta laga hadlayaa waa taa marka baarakallahu fiikum hadda dee xaaladaynu marayno iyo qardajeexa iyo halkaynu joogno iyo hantidii ummadda sida loo lunsaday iyo laaluushkii sida uu noqday iyo hawl fudaydin iyo waxoogay markaa caanaahiyo waan magacyada loo bixiyey waynoogina allah inaa suro runtii qardajeex badan maynu ku jirnaaye qof walowba waad dhimanaysaa qabri ayaad ka gelaysaa laba gaboroodoo cadcad baa kaa raacaya ubadka aad ku korisa xaaraan waataynu soo tilmaamnay ilaahay ha laga cabsado hantida ummadda ha la ilaaliyo ta dadka ha la ilaaliyo xaaraantana ha layska ilaaliyo wa fi lxalaali gunyatun cani lxaraam xalaasha ayaa inagu filan oo xaaraanta inagaga filane xalaashaa lagu daalo xaraantana ha layska ilaaliyo hantida ummaddana ha la ilaaliyo wabilaahi towfiiq ramadaan mubaarak shirkadda isgaarsiinta casriga ee telesom waxaa kuu diyaarisay adeega fiber optiga adeegyadiisa kala duwan sida fiber to the air fiberka guryaha fiberka ganacsiga ku raaxayso internet xawaare sare leh oo laysku hadlayn karo ka soo dalbo 121 ama kaalay xarumaha kugu dhowee shirkadda telesom si aad uga hesho adeega fiber optiga